وشكرا لأنفاس بريس لحضور معنا اليوم من قرب محكمة السناف بالدار البيضاء. أنا رجاء بن صغير، شريت في 27 مارس سنة 2013 بالمنصورية على أساس الشركة، من بعد كان اكتشف أنها ودادية. التوتال اللي عطيهم ديال الفلوس 56 مليون. هاد السيد كان خدام في دار الضريبة أو في وزارة المالية، تقن بطريقة جد خطيرة واحترافية في عملية النصب اللي نصب على جول الناس من الجالية المغربية وفيهم اللي من داخل المغرب. هاد السيد من 2004 هو كينصب في هذا واحد المشروع سميتو جولدن بيتش، في 2007 مشروع جرينلاند. حنا من 2012 باقي ما خرجتش الودادية للوجود، وباقي ما تخرجش الوعد البيع النهائي باش يبدا يبيع وهو برك يبيع. كاين مشروع ودادية المحيط الأزرق الثاني اللي من 2014، وربعة المشاريع باقيين كلهم أطلال وكلهم كابوس وكلهم العائلات ديالهم كتعاني. هاد السيد دار 10 شركات وهمية باسم السائق ديال الأخ ديالو، هما خاص ياخذوا 14 مليار مسجلين لنا 33 مليار. حنا كودادية في غنى على الإشهار، داير إشهار مليار ونص. الشقق مبيوعة جوج مرات وثلاثة، وكاين اللي زيلوا اللي كاع ما مبيوعينش، واخد علينا قرض بعشرات المليار بدون العلم ديالنا حنايا الناس، مع العلم ان هو في واحد القانون الاساسي الداخلي واحد الفصل كيقول انه ما ناخذ الكريدي حتى الضروره. هو في ما بين 2013 دخلها 16 مليار، علاش خدا هذا الكريدي؟ دابا المشكله ان البنك حاسبه علينا 15 مليار و684 مليون، ودخلت على الخط من شهر 7 وحنا ما في خبرناش، دعتنا في المحكمه الاداريه التجاريه باغون في الدار البيضاء، وحكمت لها المحكمه بالخبره، يعني تقدر لا تفعلت حيت هي دعات المكتب القديم. كوم كوا حنا كنا درنا الجمع العام وطالبنا بالتوصيل ديالنا، ودائما كانوا المؤيدين ديالو كيضاربوا معنا باش ما ناخذوش. الباشا ديال منطقه المنصوريه ما باش يعطينا التوصيل، علاش؟ حنا بغينا هذا المكتب يتفعل، حيت فين ما كتمشي شي بلاصه كيقول لك الا ما عندكش الصفه ما يمكنش لك تتكلم. حنا كنا بغينا هذا التوصيل باش نقدروا نحلوا المكتب ونفعلوا ونتحاوروا مع البنك. وتا دابا حنا كنطالبوا من جلاله الملك نصره الله عليه انه حنا ابناء الشعب باش يدخل لنا على طريق هذا الملف وناخذوا باردون التوصيل ديالنا باش نفعلوا المكتب، باش اقل حاجه نقدروا نطعنوا في الحكم في المحكم في السناف على هذا البنك هذه، باش حقنا ما يضيعش لينا. حتى كنجيو اليوم كنتفاجئوا ان محكمه السناف ديال محكمه الابتدائيه ديال بن سليمان حكمت عليه بعشر سنوات، هو وامين المال، ممثله القانونيه ثلاث سنوات متابعه في حاله صراح بتهمه خيانه الامانه والتلاعب النصب والاحتيال وخيانه الامانه والتلاعب باموال غير بسوء النيه. جي والتعويض المدني 5 مليون اللي ما شفنا منه والو. جينا اليوم هنايا المحكمه واقفين، دخلنا قال لك الجلسه تاجلت ل 27 في شهر 1 2021. خرجنا حتى كنتفاجئوا بالصدمه الكبرى اللي محكمه السناف بن سليمان محكمه ابتدائيه بن سليمان كانت كتقول ليه بغيتي صراح مؤقت حتى 25 مليار. جا اليوم هذا السيد عطاوه هنا في محكمه السناف صراح مؤقت بضمانه 10 المليون وما حط لنا حنا حتى ضمانه وخرج. وحنا كما كنقولها وكنعاودها، جلاله الملك نصره الله في الخطاب ديالو اللي قبل السنه اللي فاتت كيقول اي مؤسسه دق على مواطن مغربي خاصو يستقبلوا، ولا كانوا غيخسروا غير البنزين بلا ما يخليوا الناس اخرى توظف. حنا رزقنا حرام نضيعوا فيه، شنو حرامنا حنايا اللي شنو ذنبنا اللي غادي نخلصوا هذه البنكه؟ نضيعوا في رزقنا اللي حاط 240 اللي حاط 60 اللي حاط 100 مليون اللي حاط 120 مليون. وهذا السيد من زمان احنا كنطالبوا اعلى سلطه وهي سلطه جلاله محمد محمد السادس نصره الله، هو اللي يدخل لنا على الخط. انا شريت في هذا المشروع على حساب انه مقاوله، لانني كنت دايز من بوزنيقه غادي للمحمديه، تيبان لي واحد البانو بيبليسيتير فيه مشروع في مكتب البيع، دونك دخلت سولت قالوا لي راه مقاوله و 7500 درهم المترو، سميتو تعزز الشقه اللي بغيتي، دونك اطمئن انها ماشي وداديه. دونك خلص 15 مليون في الاول كافونس و 5000 درهم ديال الدوسي، درنا معاهم شاك موان نخلصوا فيغا ميزيغ تنكملوا، قال لنا 3 سنين وغنكملوا لكم. دونك هذاك الشيء تنصيفط، كل مره تنسولوا تيقول لك راه حنا تيصيفطوك دي فوطو حنا راه قربنا نكملوا قربنا. مورا تجينا اصداء انها راه وداديه، عيطت سولتهم في المكتب قلت لهم واش وداديه؟ قالوا لي لا. قلت لها راه تتقال انها وداديه؟ قال لي لا، راه غير درنا ذاك السطاتي ديال الوداديه باش ما نخلصوش الضرائب باش تكون التكلفه رخيصه. واش عمركم شفتوا وداديه تتخلصوا الميتراج وتتخلصوا تتعجزوا الشقه ديالكم؟ المهم طمأنينا. المهم تتقات هذيك الاصداء داروا لنا استدعاء للجمع العام، حضرنا تنكتشفوا انها وداديه وتنكتشفوا انها هز 10 مليار علينا.
كما تنقولوا كيفاش الوداديه تاخذ واحد الكريدي على حسب ما تنعرفش، انا نعرف ان الوداديه ما تاخذش كريدي. ورانا واحد البوند في القانون الاساسي والداخلي انه عنده الحق يهز في حاله العجز او عدم وجود السيوله، رغم ان كانت عنده 16 مليار اللي مدخل في 2013 الوقت اللي خد الكريدي، دونك ما كانش محتاج سميتو الكريدي. بقينا معاه ما كل مره كذبه، كل مره حقه، كل مره تخرج واحد الوثيقه توصل بها واحد الاخ عن طريق غلط تبين ان المداخل راه كامله، ما بقاش بزاف عند المنخرطين، وان الشقق مبيوعه بزاف المرات. دونك دخلنا على الخط تنكتشفوا الكوارث. انا السيد بيع البارطمان جوج مرات، ثلاثه المرات، كاين اللي باع لي البارطمان جوج مرات في 2013، دونك مخلصينها دو فوا في 2013 في البدايه. سميتو مشينا بغينا نحطوا بشكايه، دخل العامل ديال بن سليمان كوساطه وتعهد قدامه انه يكمل لنا المشروع، ما شفنا والو، اضطرينا نمشيو للقضاء. حطيناها هنا جنايات، هزوها الدوله بن سليمان كجنحي. المهم الحمد لله القضاء انصفنا، عطاه 10 سنين ديال الحبس وعطانا تعويض 5 مليون. انا مخلص 60 مليون، تعطيني تعويض 5 مليون، اش غندير بها؟ المهم ما علينا، السانف هنا. خرجت خبره، انا ما فهمتش كل شيء، الوثائق ثابته علي انه نصب، هو باعترافات ديالو كل شيء هذا الشيء كاين في الضابطه القضائيه. مشات للخبره، خبره هي ما فهمنا فيها والو. الخبير تيقول شي حوايج ما عمرهم كاينين، تيقول لك الفيردي دايز، وعندنا وثائق ديال ليديك ان ما عطاش اوتوريزاسيون، وان الارشيتيك ديال المشروع متبرأ من هذاك الشيء كل شيء اللي داير. المهم اضطر ان تخرج خبره اخرى.